يعني هنا مرة أخرى نأكدوا دور المخابرات في قضية البارونات نتاع المخدرات، خاصة سواء كانت كوكايين أو حشيش اللي يأتي من المغرب. ونعرفوا أيضا فيه أيضا تصدير كما يسموه القرقوبي، ولا يسموه يعني اللي هو الحبوب. القرقوبي، القرقوبي هو يعني المهلوسات يتم تصنيعها تحديدا في مدينة تبسة، والمخابرات والسلطات الجزائرية تعلم بذلك، لكن يتم ذلك يعني إكسبري باش الشباب تاعنا يقعد مهلوس ويغيب الوعي تاعو عقله، ويتم تصديرها إلى المغرب وإلى تونس ويديروا المقايضة مع المغرب بالقنب الهندي. هذه معلومة جديدة راك تقولها لي هنايا، يعني هذا القرقوبي ولا القرقوبي ولا يعني هو حبوب على السناح مثل حبوب طبية صحيح؟ مهلوسات يعني. نعم نعم، مثل الإكستازي، ريفوتريل، الكيتيل، الديغريتون، نوزيرو. لكن هذا ينتج محلي، القرقوبي هذا أو القرقوبي. نعم نعم، القرقوبي أيضا يستخدم برودوي شيميك، مهلوسات تغيب العقل. وتقول باللي راه ينتج في تبسة أساسا يعني. نعم في تبسة، وأيضا يجيبوا واحد المادة أخرى من لبنان، عندهم علاقات مع شيعيين، هما شيعيين سوريين ولبنانيين، يجيبوا لهم المادة الأولية. هذه معلومات التي أحوزها. يجيبوا المادة الأولية من لبنان، حيث معروف أن فيه نوع من الزراعة لبعض الأنواع المخدرة هناك في لبنان، وكانت نعم من لبنان وجنوب سوريا. أها طبعا كان يلعب دور هام حزب الشيطان أو ما يسمى بمناضل في حزب الله، هما اللي يجيبوا هذه المادة الأولية، والمخابرات الجزائرية تعلم بذلك ولكن تحميهم. احنا عرفنا أن كانت في فضيحة عالمية، فضيحة دولية تمطرت فيها بشار الأسد وكثير من كبار الضباط في المخابرات السورية متورطين في قضية التجارة في المهلوسات، وكانت كتبت عليها جرائد عالمية وتكلمت عليها. ابن خالته نسيت اسمه، ابن خالت بشار الضباط، لينهبوا أموال الشعب السوري.